طبعا انتهزت فرصة ان معايا الاستاذ ايهاب وقلت له بقى انت هنكمل مع بعض الحلقة نكمل ونسأل كده ونمرنك على شغلانة المذيع وانا حاب اجي برضو اتمرن عندك في السيف نسترها. طيب انا معايا مجموعة من اصدقائي اللي انا بحبهم جدا عايز اعرفك عليهم. يلا تيجي نتفرج الناس دي بتعمل ايه. يلا نشوف الفيلم اللي جاي. يلا حكاية المؤسسة بدأت من عند والدي رحمة الله عليه. احنا كنا ثلاث بنات وهو كان حابب انه او نفسه كان يبقى عنده ولد، فقرر انه يبقى عنده اولاد كتير مش ولد واحد، ففتح المؤسسة وابتدى بثمان اطفال. جد عاطف كان جابنا المؤسسة، كنا عندنا ثلاث اربع شهور، كنت بعتبره زي ابويا عشان ما شفتش ابويا ولا امي. فعلا انا من غيره ما كنتش وصلت اللي انا فيه دلوقتي. انا بشوف شباب المؤسسه، الابن اللي كان بابا نفسه فيه كان نفسه في ولد، طبعا ربنا رزقنا ب 12 مش بواحد بس. انا ابدا وفيه واحد من 12 اخ اتربينا مع بعض سوا في مؤسسه الرعايه، اتفقنا كلنا ان احنا نبقى مع بعض سوا وما نتفرقش، فعملنا المشروع ده سوا مع بعض. احنا كنا الاول كل واحد كان شغال في مجال، شغال في كافيه اللي شغال في مطعم، فاحنا قلنا عايزين نعمل حاجه يبقى بتاعتنا احنا بس باسمنا. المحافظ جالنا قلنا له، ماما قالت له على الفكره ان هو عايزين مشروع ليهم وكده يبقى متجمعين كلهم فيه، فالمحافظ ادلنا كرفان. يعني المكان دوت هو تجمع علينا كلنا، مشروع لامم 12 اخ. بفرح جدا لما بروح لهم الكرفان والاقيهم كتفهم في كتف بعض وخايفين على حاجتهم. أنا كلية تجارة وهدفي إن أنا أكبر مشروعي مع إخواتي في الكرفان. بنقسم نفسنا شفتات، ثلاثة الصبح ثلاثة بالليل. ياسين أخويا بنبعده عن الكرفان شوية عشان بيحب ياكل، يعني بيحب هو جتة شوية. هو كان حلم حياته من هما صغيرين إن هما يبقوا في ليهم مشروع مع بعض وشقق بتاعتهم تبقى مع بعض، بحيث ان هم يفضلوا مع بعض العمر كله. احنا مع بعض وهنفضل مع بعض، ذوق عافية احنا مع بعض، اللي هيبعد لا هنجيبه برضه. ماما اسماء بتقول لي انت ابني اللي ما خلفتوش، وانا بحبها جدا. هم لما بيقولوا لي كلمة ماما ببقى سعيدة جدا جدا بيها. في حاجات كتير وموقف كتير بتحصل منهم، لو فعلا انا امهم ما كنتش هحس بيها زي ما انا حاساها دلوقتي. كل سنة وانت احلى ام شفتها في حياتي. حاجة مشرفة قوي. نموذج مشرف. طب ايه رأيك نعمل ايه؟ ندخلهم بقى. يلا. يلا. رحبوا معايا بماما اسماء والشباب اللي كده كده احنا مع بعض. يا حلوة. عامل ايه؟ امورك ايه؟ تمام؟ طيب. تفضل 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 تفضل. وجعتوا لنا قلبنا. ايه ده؟ ايه المشاعر وايه الدفى وايه الاحضان؟ انتوا دخلتوا من هنا وانا حسيت ان الاستوديو بقى سخن. ايوه ايوه. لا لا هي حاجه مشرفه ونموذج للحب والعطاء. مش ممكن، احنا كده كده مع بعض. مين اللي قال احنا كده كده مع بعض؟ انت. قولها تاني كده. احنا كده كده مع بعض. واللي هيمشي ايه؟ هنجيبه. هنجيبه. طيب مين ابراهيم ومين حسام؟ انا ابراهيم. وانت ابراهيم؟ حسام. وانت حسام. شيكو. ازيك يا شيكو؟ ماما اسماء هتحكي لنا الحكايه من طقطق. السلام عليكم. لايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احكي لي الحكايه. البدايه كانت عند والدي ووالدتي رحمه الله عليهم، كانوا شغالين في احد البنوك المصريه
وحبوا يعملوا حاجة لآخرتهم، قالوا نفتح مؤسسة أيتام. بدأت بالثمان شباب الكبار، ولما والدي توفى ووالدتي حبيت أكمل الموضوع عشان خاطر ما الدنيا متقفش لحد كده يعني، لأن هما أنا كنت معاهم من صغرهم وهم كانوا حابيني وأنا حباهم. طب بقول لك يا ماما أسماء، أنت عينك لمعت وحاسس بالدموع في عينيكي وإحنا لسه ما ابتديناش، يعني في إيه مالك؟ خدي بالك البكا ده موعد هتلاقينا كلنا صحينا معاكي دلوقتي. في إيه مالك؟ لا مفيش، بس لما بتيجي سيرة والدي ووالدتي وحشك؟ جدا. طب ما تبعتي له رسالة كده واحنا في الأيام المفترجة دي وأوعدك إنها هتوصل له. كل اللي أقدر أقوله له إن هفضل وراهم لحد ما أوصلهم زي ما كان هو عايز، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يبقوا في أحسن المراتب ويحققوا حلمهم ويخلصوا كلياتهم. وصاكي بإيه يعني؟ إن ما أسيبهمش لحد ما يتجوزوا، وهما بقى اللي مش هيسيبوني بقى قالوا لي خلاص إحنا لما نتجوز إحنا هنجيب لك عيالنا. اتجوزت ولا لسه؟ اتجوزت ولا لسه؟ لسه؟ طيب ابتديتي الحكاية بكام شاب؟ كانوا 8 شباب الكبار. الكبار بقى ممكن يرفعوا ايديهم؟ دول أول دي دول كانوا البداية. وبعدين؟ وصلوا 12 ازاي؟ هو ما هو بعد والدي اللي بدأ بالثمانية، والدتي بعد ما توفوا جه بعديها بقى عز وياسين وشريف وبعدين أحمد. وأول حاجة يعني أنت بتخلي دي ذكرى والدك ووالدتك. الحمد لله، لأن هو كان موصي كده أصلاً، يعني دي كانت وصيته إن إحنا ثلاث بنات أي واحدة فينا اللي تقدر تكمل تكمل. طب ما أنت بتخلي دي ذكرى وبتكملي مشواره، ودي حاجة جميلة مش حاجة تعيط يا. لا إن شاء الله ربنا يحقق لكل أمانيكي يا رب، وإن شاء الله هتكملي مشوار والدك ووالدتك إن شاء الله بإذن الله. في شبشب بيطير كده ولا إيه الأخبار؟ في مش قوي. لا في لا، طب هم بقى اللي يقولوا لا في إيه؟ في في ها؟ طبعا لازم طبعا هم الست المصرية أحسن ست تربي. طلعوا تربيني إزاي؟ طيب خلينا ناخد مع الشباب بقى، قول لي اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. انا شايفك مبسوط كده، هم معينينك المتحدث الرسمي، شكلك انت اللبخ اللي فيهم. لا والله عادي. طب قول لي انت شايف حياتك في الجمعيه عامله ازاي؟ بجد انا شايف ان هي عوض. ان هي ايه؟ عوض من اهل ومن كل حاجه. ما انا صغير كنت اوريدي بيجي لي اسئله في المدرسه، فين بابا فين ماما، كان بيبقى عائق قدامي اللي هو مش عارف. بقالك كام سنه؟ انا عندي 3 شهور. وانت عندك 3 شهور؟ اه. طب انت والدك والدتك يعني البقاء والدوام ما شفتش ولا ما تعرفش؟ معرفش، ما سالتش. سالت لما ابتدى اتسال فين بابا فين ماما. بس لما سالت كانت الاجابات ايه؟ لما كنت بسال ما كنتش ساعات بلاقي رد او كده، بس كنت بلاقي قدامي واقع اب وام، مش محتاج بقى ان انا اسال، خلاص الاسئله دي هركنها، انا شايف قدامي عيله، فمش محتاج اسال عن ماضي او قديم، انا ليا في دلوقتي بس. فلقيت العوض اب وام واخوات، كنت انا التامن بتاعهم، كنا سوا نروح درسنا سوا، مدرستنا. وتناسبنا فكره سوا. ان انت خالص تمام في الحياه لوحدك، خلاص بقى معايا اهلي، دول اهلي. ما سالتش نفسك السؤال ده؟ هم فين؟ انا ما سالتش نفسي السؤال دوت عشان انا مش حاسس بصراحه بنقص وانا موجود مع في وسط اخواتي، وحاسس ان هي عيله عاديه زي اي عيله. بالعكس كمان انا ممكن اكون مع عيلتي. انت معهم وانت عندك قد ايه؟ برضه 3 شهور. 3 شهور عمر كلها إيه؟ انا لو كنت مع عيلتي ما كنتش اتوفر لي اللي انا فيه دلوقتي، ما بقى طالب جامعي عادي. في ناس مع اهلها حاليا في الظروف الماديه وحشه، فانا الحمد لله وبعدين ربنا ما بينساش حد خلقه يعني. طب سنه كام؟ تانية كليه. كليه ايه؟ تربيه نوعيه. والله يعني المدام يعني عملت اللي عليها وزياده. ايوه الحمد لله. وانا شايف محبه بينكم يعني طبعا، ربنا يحميكم لبعض. تقول لك 3 اشهر يعني هم عيله. يعني الثمانيه الكبار، الثمانيه الكبار 3 شهور و5 شهور. قول لي انت اسمك ايه وعندك كام سنه؟ شريف، عندي 9 سنين. ماشي، معاكي من هو عنده قد ايه؟ 5 شهور. انت طلعت كده لقيت نفسك بقى مع ماما على طول، مبسوط؟ جدا. في حد من الاشقياء دول بيضايقك ولا حاجه؟
طب تعالوا بقى ناخد الشباب بقى الحلو بقى اللي هناك ده نتكلم معهم شويه. مين اكبر واحد موجود في المجموعه هنا؟ عرفنا بنفسك. ايهاب توفيق. طيب ممكن نعرف يا بوب انت في الجمعيه بقالك قد ايه؟ انا برضو عندي 3 شهور وانا صغيره جدا. انا عايز اعرف منك اكتر لحظه حسيت فيها في حياتك مش في الجمعيه بألم او بضيقه او بخنقه. ممكن لحظه وفاه جدا الله يرحمه يعني جد عاطف النشارتي، لحظه فراقه يعني للدنيا دي كانت لسه اللحظه دي معلمه فيها لحد النهارده يعني، ديت اكتر لحظه وجعتني في الحياه عموما يعني. كان هو والدي وجدي واخويا كان كل حاجه ليك في الدنيا، كل حاجه تقريبا في حياتي. طيب ممكن ناخد اللي جنبك. انا اسمي السيد سامي. ازيك يا سيد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. سيد هو انتوا بتتعاملوا ازاي مع بعض في الـ في الـ في البيت؟ بتتعاملوا ان انتوا اخوات ولا زمايل؟ ايوه اخوات طبعا. ولا اصحاب؟ لا اخوات. وما جالكش في مره احساس ان هم مش اخواتك؟ لا طبعا. احنا عايزين نسقف سقفه كبيره قوي. ولد انا اخوك الكبير. مين اللي بيقول الجمله دي؟ محدش. لا اهو رفع ايده، اهو رفع ايده. بيقولها كله يعني. ايه؟ مش على طول بيقولها يعني. في العيله وفي الاسر في نظام وفي سيستم وفي مبدا. ايوه طبعا. في الام اللي بتطبطب وبتحضن، وفي الاخ الكبير اللي بيبقى له احترامه وبيبقى شايف الدنيا كويس وبيبقى بيوجه اخواته ناحيه الصح. هل انتوا بتحسوا ان فعلا في اخ كبير وترتيبكم مع بعض، حاسين فعلا ان في الكبير وفي الصغير ولازم نعتمد على بعض ونقف جنب بعض؟ ايوه دي اكيد موجود. موجود. اه لما حد مننا بيعمل حاجه مثلا يجي يحكي للتاني الاكبر منه طبعا ويقول له على المشكله نحلها مع بعض مثلا قبل ما نعرضها على ماما طبعا. انا شايف في دماغك كلام كتير قوي. عايز تقول ايه؟ قول. مبدئيا انا اسمي كمال محمد، انا فرحان بصراحه، فرحان باللحظه اللي انا جيت فيها هنا وجاي مع عيلتي كمان، وحاسس كده باحساس جميل قوي بصراحه، ممكن انا وكل اخواتي حاسين بيه. وبجد انا بشكر البرنامج اللي هو استضافنا النهارده بصراحه. ده افتكرتك هتقول انا مبسوط. انا كنت فاكر هيقول انا مبسوط ان انا شفت سعيد، بس مش مشكله اعديها لك. انا مبسوط برضه والله بجد. وانا مبسوط كده طالع بوسه. خلاص اخيرا سقفت بقى وطلع صوتك بقى من اول النهار عمال اقول له بقى اتكلم معايا اقول اي حاجه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ممكن اعرف هتشترك معاهم في المشروع ولا لا؟ هتشترك؟ طب هتعمل ايه في مشروع العربيه؟ هتطبخ وهتعمل ايه؟ وهتسوق سواق توك توك. وهتسوق كمان سواق توك توك. طيب عايزين نعرف الاول فكرة المشروع كانت فكرة مين؟ والإيراد اللي داخل بتعملوا بيه إيه؟ وإيه أحلامكم لقدام؟ فكرة المشروع جت من زيارة المحافظ لينا. السيد المحافظ؟ كان حسام في سياحة وفنادق في سنة أولى ساعتها، ولما عرف إن هو في سياحة وفنادق قال له إن هو هيديهم كرفان هدية. كرفان؟ يفتحوه هو وإخواته يبقى دخل ليهم، وفي نفس الوقت يمارس بقى شغله يعني سياحة وفنادق والكلية بتاعته كده. كان حسام البداية يعني. فالمحافظ وعد ووفى بوعده. على طول بدأوا يشتغلوا في المشروع واستلمناه على طول. ليه سميتوه تسنيم؟ تسنيم عشان أنا كان قبل الكرفان وقبل الحاجات ديت كان أي مشروع بيجي في دماغنا هو هنسميه تسنيم، مش هنسميه حسام، مش عشان يبقى جمعنا كلنا، يبقى لم يمنع. عايز تقول حاجة عبقرين قول. هو تسنيم ده جده سمى الدار ذات نفسها تسنيم ديت عشان تسنيم ده مش شخص. هو تسنيم دي عين من عيون الجنة بس، لكن هو مش شخص عايش ولا هو مش يعني احنا كلنا اولاد اساسا. كلكم اولاد. يعني بابا دايما بيقول مقولة كده هو اللي عملها يعني، يقول لك رعيتمونا رعاكم الله لنشرب جميعا من تسنيم. طيب حضرتك تحب نخش بقى في الفلوس بقى. بتدوروا البيزنس ازاي؟ من انت بتضحك على ايه؟ حس مثلا من حس مين اللي ماسك المشتريات، مين اللي ماسك المشتريات، الترتيب، مين اللي ماسك الحسابات، مين اللي ماسك ابراهيم كاش صح؟ ابراهيم بيقف كاش. وفي بيقسم جوه اللي بيطبخ الحاجه والتجهيزات.
وحيد اخويا، واحمد باريستا مشروبات عشان هو منقسم لمشروبات وكريبات. وفي المسؤول عن المشتريات الحاجه وكده الخامات وكده، دكتور احمد ماهر هو كان يعني احسن بينقي الحاجه الخامات احسن وكويس. انا سمعت معلومه كده ان انت دائم زياره للمقابر، بتروح تزور على طول. تروح تعمل ايه؟ بروح لجد. تروح لجد تعمل ايه هنا؟ كل اسبوع؟ كلهم كلهم بيروح كلهم كل اسبوع؟ اه. بتقول له ايه؟ اخر مره رحت له قلت له ايه؟ لو انا ما بعد ما هو مات يعني انا ما يعني حسيت ان انا لوحدي ماليش ظهر يعني. بس ماشي، لما بتروح بتزوره بتقول له ايه؟ وحشتني، إيه بقرا له الفاتحه، إيه وبقول له يعني بعدك انا ما شفتش حنيه في حد يعني غير ماما طبعا. طيب احنا بقى كفايه بالدموع. اه كفايه دموع، وتعالى نخش، تعالوا نلعب لعبه كده، ايه رايكم؟ تيجوا نلعب لعبه؟ كي. عندي خمس اسئله هقولها لكم، هتكتبوها في الورق اللي معاكم، وكل واحد يقول لي اجاباته ايه. ماشي احمد؟ ما تغشش، ها ما تغشش من حد، قول اللي جواك. ممكن حضرتك تقول اول سؤال، اول سؤال وتاني سؤال مثلا. استعدوا مع الاستاذ ايهاب بقى، البوب الكبير هيقول لكم شويه اسئله دلوقتي. يلا. مين اكتر واحد فيكم دمه خفيف؟ اكتر واحد دمه خفيف. مين شرير الشله؟ شرير احمد. لا ها احمد من اولها كده يا ابو حميد. احمد بيبان يا ابو، شكله شراني. اه طيب مين الفييس اللي فيكم؟ اللارج، اللارج اللي بيوزع، اللي معاه الفلوس بتاعته مش بتاعته، اللي بيوزع على الناس. بص ماما. طيب مين دايما اللي مأخركوا في المواعيد، اللي بياخد وقت كتير عشان يجهز؟ سيد. هنا هسأل سؤال مهم، مين أكتر واحد حبيب ورومانسي؟ إبراهيم. يلا عشان هلم الورق، يلا نبتدي بيك. إجاباتك إيه؟ مين أكتر واحد دمه خفيف؟ وحيد. أنا وحيد. أنا وحيدك وحيد. يلا يا جامد أنت يا جامد. طيب مين شرير الشلة؟ كمال. اخترت كمال. كمال أنت خايف ولا إيه يا أبو كمال؟ مش هيقبضوا عليك ولا حاجة. مين الفييس؟ الفييس أنا اخترت عز فيها. مين؟ عز. عز ارفع إيدك يا عز. يا زيزو ما تشوف أي حاجة معاك بقى كده، دلعنا حبيبي خلاص بعد التصوير. مين دايما اللي مأخركم في المواعيد؟ سيد، مفيش غيره طبعا. سيد؟ ارفع ايدك يا سيد. ليه كده يا سيد؟ طيب مين بقى اللي عنده الرومانسيه عاليه؟ اخويا اسكو ابراهيم. مين؟ ابراهيم. ابراهيم هو فين ابراهيم؟ حبيب قلبي، حبيب قلبي. طيب احمد انا عايز اسمع اجاباتك، مين اكتر واحد دمه خفيف؟ مفيش. مين اكتر واحد دمه خفيف؟ مفيش. طيب خلاص سيبه سيبه سيبه. طب مين الشرير اللي في الشله؟ مين؟ ما تقول اسمه، خايف يقول اسمه. ارفع ايدك. مين الفييس اللي فيهم؟ ايهاب. لا ماشي. طيب مين اللي مأخركم دايما على المواعيد؟ ليه يا عم سيد كده؟ يا عم سيد. سيد. هو فين سيد؟ ليه يا عم سيد؟ ده سيد انت سمعتك وحشه. تحيه كبيره للشباب. تحب تقولي اجابات؟ انت طبعا. ده انا عندي اجابات كتير. اوبا طيب يلا. مين اكتر واحد دمه خفيف؟ وحيد طبعا. ارفع ايدك يا وحيد. حسام صراحه، وحيد وحسام. وحيد يرفع ايده. وحيد. مين شرير الشله؟ كمان. كيمو ارفع ايدك يا كيمو. ما كلهم متفقين على كمان. يعني ارفع شرير. مين الفييس؟ احمد عبد السلام، بس هو فييس على اخواته كلهم. على اخواته كلهم. ربنا يزيدك بره يعني. ارفع ايدك، ربنا يزيدك يا حبيبي. ده نغير بقى من فييس لاكرم واحد فيهم. لاكرم واحد فيهم. اكرم واحد فيهم. مين اللي مأخركم على المواعيد دايما؟ سيد. ايه يا مان؟ ليه كده يا مان انت؟ القصه ليس حلوه، خش نفسه كده. طيب مين الرومانسي؟ ابراهيم طبعا، حبيب قلبي. يا اللي من تحت لتحت انت. ايوه ماشي. انا غلبان والله. الشباب الحلو اللي معانا ده ما اختاروش ظروفهم،
زي ما حضرتك شايف اتجمعوا وكل واحد كان عنده 3 شهور. الست العظيمة دي اللي احنا النهاردة بنكرمها ومش عارفين نقول لها ايه، اللي حضنت المجموعة الجميلة ديت جمعتهم وهم قرروا يعملوا مشروع عشان يفضلوا فيه العمر كله اخوات مع بعض ومهما كبروا ما يتفرقوش. انت ايه رأي حضرتك في القصة دي؟ هو اولا احنا بنشكر والد مدام اسماء طبعا، وهو ربنا ليه اختيار، وربنا اختار الراجل الطيب ان هو يلم ال 12 ولد او يبتدي بالثمانية، ويشاء ربنا ان هو يزرع فيهم المحبة. ومدام اسماء ابتدت تكمل مشوار والدها وتكمل انا مستغرب من المحبة والحب اللي بينهم. فاكيد ده هي اللي اخوات في بيت واحد ما بيتقوش بعض. طبعا انا عايز اسالها كنت سؤال، هو انت ازاي قادره تسيطري على ال 12؟ ده اللي مخلف اللي مخلف ولدين بيتشد في شعرها، بيشد في شعره. انا مصاحباهم كلهم يعني، مسيطره عليهم في الدراسه. انا شايف ما شاء الله يعني اللي في الجامعه واللي خلص. وانا ما كنتش لوحدي برضو، المشرفين اللي كانوا موجودين في المؤسسه يعني في حد بيساعدك في المؤسسه؟ طبعا المشرفين والعاملين الموجودين. طب انت بتحلمي بايه؟ ايه حلمك؟ بحلم ان هم ربنا يكرمهم ويكبروا في المكان اللي هم فيه، ويتجوزوا ويكبروا مشروعهم. مشروعهم بيكبروا مشروعهم بيكبروا ازاي مثلا؟ المشروع بدل ما يبقى تسنيم واحد يبقى تسنيم 2 و3 على مستوى الجمهورية كلها. فعلا دي هتبقى حاجة عظيمة بجد. بتحلم بإيه؟ قول. إنه المشروع برضو يكبر. و بتحلم بإيه؟ سلسلة تسنيم. سلسلة هل في نفس المحافظة ولا في محافظات تاني؟ لا عايزين مثلا نكبر المشروع، يبقى مثلا يعني في كل أنحاء العالم ونبقى معروفين وكده. ده أنت عايز توصل للعالمية مرة واحدة. ده كتير كده. لا هو الواحد بيبتدي في الأول صغير وبعد كده بيبتدي يكبر، فرع في التاني في التالت، وإن شاء الله ربنا يكرمكم بعد كده. ماما أسماء ربنا يكرمهم ويفتحوا مشروع، يفتحوا مكان تاني، يبقى يكبروا المكان الأولاني ويكون يعني بتحلموا بتسليم 2 مثلا. شعارنا في ام جي ايه؟ احنا ايه؟ احنا معاهم وهم يكملوا. هم يكملوا. طيب هنعمل ايه؟ الاول قبل ما حضرتك تقول معرفكم طبعا بالاستاذ ايهاب، هو العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اداره ام جي افامينا جروب، وهو موجود النهارده وهو هيقول لكم بقى على فكره كده في دماغه. وطبعا مجموعه افامينا ام جي جروب قررت ان هي نعمل لكم اي حاجه انتم بتحلموا بيها. ما ان شاء الله نقدر نحقق الحلم يا رب. انا مش عارف هل احنا نعمل اكستنشن للمشروع في نفس المحافظه او في محافظه تاني، اني افضل لكم حضرتك تقدر تعمل لهم تسنيم 2 في المحافظه بتاعتهم؟ نقدر نعمل لهم تسنيم. مبروك تسنيم 2 في المحافظه، هتنقوا المكان وهننزل معاكم وهنجيب لكم الفرع التاني. مبروك يا ماما أسماء، مبروك لل 12 بطل، مبروك للفرع الثاني إن شاء الله تسليم 2. ألف 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 مبروك، ألف مبروك. ولازم تشغلوا ناس تانية، ولازم تشغلوا ناس تانية معاكوا. والنهاردة معانا 12 شاب من شباب مصر، شركة AMG قررت تحقق حلمهم وتعمل لهم المشروع بتاعهم، هيكبر وهيبقى له جزء تاني في نفس المحافظة، وإحنا معاهم ومش هنسيبهم، مكملين وهننزل مع الأستاذ إيهاب. وعدتنا هنروح إن شاء الله وننزل ننقي المكان اللي هم هيعجبهم وهنعمل لهم الجزء التاني. الحلم اتحقق يا جماعة، مبروك يا رجالة. ألف 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 مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك، ألف مبروك، بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. دي شهادة موثقة من شركة AMG بتقول إن الحلم اتحقق، وإحنا ملتزمين إن شاء الله إن إحنا نتابع تنفيذه ونفرح الناس الجميلة ديت. ألف مبروك تسليم 2 إن شاء الله في طنطا؟ طنطا. في مكان حاطين دماغكو عليه يعني منشنين عليه ولا؟ استاهل. بنشكركم جداً جداً جداً.
النهاردة حققنا حلم إن شاء الله بكرة معانا حلم جديد. هذا البرنامج برعايه